باش يعطي ضربة البداية بالنسبة لهذه المباراة الافتتاحية كما قلت هي الأخيرة في الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وبعد لحظات كما قلت انطلاق هذه المباراة في هذه الآونة يعلن الحكم هشام جيرات عن انطلاقة هذه المباراة مشاهدين الكرام على القناة الوطنية الأولى دائما في متابعة كل المباريات الرياضية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الكرة الأولى عند الملعب الجيبسي، ترجع الكرة إذن من حسام الدين التبوبي في اتجاه هشام السيفي. هشام السيفي أحمد حسني يخرج الحارس والدفاع عن طريق ماهر الحناشي. ماهرش في التشكيلة لعدة اعتبارات، خاصة اللاعبين اللي تم انتدابهم في الفترة الأخيرة، وهذا هجوم للنادي الرياضي الصفاقسي. كرة من الحربوي في اتجاه حسام الوادي ويدخل الحارس نديم بن ثابت. كرة عند حسين الحربوي، حسين الحربوي يلعب مع ماهر حنش، توزيع وحسام الوتي ياخذ الكرة الرأسية تضرب على العارضة الأفقية، كرة حسام الوتي وترجع من الدفاع. أبرز عملية في هذا الشوط الأول قبل ما ندرك ربع ساعة الأولى، يعني دقيقة 14، توزيعة كانت ممتازة. تنشاهدوا الإعادة بعد قليل ورأسية حسام الوتي على العارضة، كرة ترجع لدفاع الملعب الجيبسي. أبرز فرصة إلى حد الآن في هذه المباراة. كرة ترجع من أكرم بن ساسي، شوفوا التوزيعة باليسرى من ماهر الحنش وحسام الوتي ياخذ الكرة الرأسية. يرجع محمد علي منصر، توزيع والكرة بعيدة لكن يخذها من حمزة البكوش. حسين الحربوي يعمل مراوغة ممتازة داخل منطقة الجزاء، يوزع والدفاع، الدفاع يتدخل، مازال تخطيرة. ماهر حنشي تجديد وجاذبية بقليل، الفرصة الثانية على التوالي. قلت ثم استمرارية بالنسبة للملعب الجيبسي. كرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، تجديد وجاذبية، تسديدة قوية من سليم المزديني، تسديدة في منتصف الشوط الأول، تسديدة سليم المزديني جانبية. هاي الإعادة أمامكم، كرة على الطاير يسدد، شوف افتكاك الكرة ثم التسديد كما جات، لكن تفتك منه. ترجع من دفاع الملعب الجيبسي، مخت عند محمد علي مصر، محمد علي منصر يعمل مراوغة يحب يسدد، وتسديدة عالية عالية من محمد علي منصر. نعرفوه يحب التسديد يعني من هذه المنطقة. يلعب مع أحمد حسني، الهجوم لصالح الملعب الجيبسي، والتسديدة والحارس، الحارس رامي شريدي يتصدى لهذه الكرة. حدود الوطن مع فريق دبي الإماراتي، كرة لصالح النادي الصفاقسي بعد الركنية. محمد علي منصف في التوزيع، عملية ممتازة، حسن الحربوي يسدد والدفاع يرجع الكرة، الدفاع يرجع الكرة بعد تسديدة حسن الحربوي. ماهر الحنشي خرج كرة، سليم المزليني يتمكن من التوزيع وجانبية، حسن الحربوي رأسي هذه المرة، حسن الحربوي يخطئ المرمى بعد توزيعة ممتازة من سليم المزليني. شوفوا الإعادة، التوزيع على مستوى القائم الأول والحربوي جانبية. وكمهاجم سريع حسين الحربوي، والكرة والهدف الأول، الهدف الأول مباغتة كانت العملية لصالح الملعب الجيبسي. الهدف الأول مشاهدينا الكرام في توقيت 40 دقيقة، الهدف الأول 40 دقيقة لعب وتتغير النتيجة هنا في ملعب الطيب المهيري. حمزة جلاسي يتمكن من افتتاح النتيجة لصالح الملعب الجيبسي، هدف مباغت لصالح. شوفوا حسام الدين التبوبي يلعب الكرة، وشوفوا الكرة الرأسية ثم حمزة جلاسي بالفعل اللاعب رقم 13 الكرة الرأسية، وربما كان الدفاع النادي الصفاقسي يظن انه ثم التسلل، والحكم يقر شرعية هذا الهدف، هدف مقابل صفر لصالح الملعب الجيبسي عن طريق حمزة جلاسي. بعد ما سجل الهدف الأول وافتتح النتيجة، وفي هذه الآونة بالضبط مشاهدين الكرام الحكم هيثم الجيرات
يعلن عن نهاية الفترة الأولى. نذكر مشاهدينا الكرام بالنتيجة الشوط الأول، من التحق بنا الآن هدف مقابل صفر للملعب الجبسي وانطلاق الفترة الثانية. الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، علي المعلول لصالح الملعب الجبسي يرفع الكرة تتعدى خطيرة والحارس رامي جريدي يتصدى. الحارس رامي جريدي أمام أحمد حسني، تبقى الكرة للملعب الجبسي. هشام السيف زياد الدربين، ثم سليم بن جميع. سليم بن جميع تتنفذ الكرة من ماهر حنش. حسين الحرباوي، حسين الحرباوي يوزع الكرة، ثم الحارس بعيد على مناطقه ويسكن، ولا ضربة جزاء. ضربة جزاء لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. يخرج الحارس، ما كانش متوقع كما يلزم. حارس نديم بن ثابت بعد على المنطقة بتاعه، وبالطبيعة تابع الكرة ايزيكيل دواسيل، لمسه الحارس نديم بن ثابت، وضربة الجزاء كانت واضحة في توقيت 62 دقيقة. شوفوا الإعادة، هذه التوسيعة نتاع حسين الحرباوي، ولا شوفوا خروج نديم بن ثابت، ما كانش مع الكرة، يمشي ايزيكيل و الاحتكاك بين الحارس وايزيكيل. هذه العملية، شوفوا المخالفة ولا ضربة الجزاء لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. العملية انطلقت من أرجل حسين الحرباوي، والتوزيعة كانت في اتجاه ايزيكيل. شوفوا خروج الحارس، ما كانش موافق ويرتكب المخالفة على تشادي ايزيكيل. إذن ضربة جزاء علي المعلول على توقيت دقيقة 63، وضربة الجزاء جت في دقيقة 62. علي المعلول وجه لوجه مع الحارس نديم بن ثابت، يستعد لتنفيذ ضربة الجزاء. علي المعلول يقدم ويسجل هدف التعادل لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت دقيقة 63. إذن هدف التعادل عن طريق علي معلول بعد تنفيذ ضربة جزاء بنجاح تحصل عليها تشادي ايزيكيل ندواسيل. 1-1، والمباراة تعود إلى بدايتها ومعطى جديد بعد الهدف مقابل صفر. هذا هدف التعادل أمامكم من الرجل اليسرى لعلي المعلول، يعدل النتيجة وإغالة الحارس نديم بن ثابت اللي ارتكب المخالفة على ايزيكيل ندواسيل. ترجع الكرة للعب إذن بعد هدف التعادل. زليني أثر إصابة ودخول برهان الحكيمي، 1-2 بين فالون يونغ وإيزيكيل، والحكيمي يسدد جانبية. برهان الحكيمي داخل مناطق الجزاء. علي المعلول يوزع الكرة، والرأسية الأولى ترجع عند محمد علي منصر، ما زالت داخل مناطق الملعب الجبسي. اليو سي سي بعد الكرة ترجع من ياسين مرياح. علي المعلول، بوريان الحكيم، بوريان الحكيم يلعب مع ايزيكيل ندواسيل. ايزيكيل يتقدم بالكرة، ايزيكيل يدخل داخل المناطق، يحاول يعمل المراوغة، يسقط، وضربة جزاء ثانية. ضربة جزاء ثانية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. ضربة جزاء ثانية قبل تقريبا دقيقتين من نهاية المباراة. ايزيكيل ندواسيل، هذا اللاعب المهاجم التشادي، بعد ضربة الجزاء الأولى يتسبب في ضربة الجزاء الثانية. شوفوا عملية المراوغة، هذه إعادة مرة أخرى أمامكم. شوفوا المدافع في المتابعة أكرم بن سيسي، وسقوط إيزيكيل. على كل حكم يعلن عن ضربة جزاء، كان فيها نقاشات اكيد باش تكون ماده في الخميس الرياضي للتحليل. ضربه جزاء علي المعلول ينفذ ويسجل الهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 90 دقيقه زائد 4. 90 دقيقه زائد 4، يعني قبل دقيقه من نهايه المباراه، النادي الصفاقسي يسجل الهدف الثاني من ضربه جزاء ثانيه. نفس اللاعب علي المعلول، إغالة الحارس نديم بن ثابت، ويضعف النتيجة للنادي الصفاقسي ويحقق الثنائية
علي المعلول من ضربتي جزاء. إذا تتغير النتيجة في وقت نجم نقول قاتل، يعني الدقيقة الأخيرة في المباراة في الوقت المبدل، هدفين مقابل هدف بعد ضربة جزاء كما قلت فيها جدل. و إيزيكيل ندوسيل يعتبر كوتشينج ناجح جدا بالنسبة للمدرب شياب الليلي في أول مباراة مع النادي الصفاقسي في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يعني دخول إيزيكيل وزوز ضربات جزاء من هذا المهاجم التشادي يتمكن علي المعلول من تنفيذها بنجاح. 2-1 تتغير النتيجة، والتغيير الآن يخرج أحمد حسني ويدخل اللاعب فخر الدين قلبي. هذه الإعادة مرة أخرى، أكرم بن سيسي، شوفوا يعني العملية الانزلاقية حسب الصورة الرجل أكرم بن سيسي، يعني ما كانش تم احتكاك مع الإيزيكيل، هذه حسب الصورة. لكن كما قلت بالطبيعة في الفقرة التحكيمية تكون ثم التحليل أكثر لهذه العملية اللي أعلن الأثر هيثم جيرات عن ضربة جزاء لصالح النادي الذي الصفاقسي، عنده الكرة عن طريق محمد علي منصور، وفي هذه الآونة بالضبط الحكم هيثم جيرات يعلن مشاهدينا الكرام على الوطنية الأولى عن نهاية هذه المباراة الختامية بالنسبة للجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بانتصار النادي الذي الصفاقسي على الفريق الملعب الجبسي بهدفين مقابل هدف. أهداف